ما هو سبب عدم وصول وفد الحوثيين إلى جنيف حتى الآن؟ ولماذا يشترطون السفر بطائرة عمانية ويرفضون طائرة الأمم المتحدة؟ ثم ما الذي ستحققه جنيف اليوم بعد أن فشلت المفاوضات فيها في جولتين سابقتين ومرة في الكويت؟ أهلا بكم. وصل أمس الأربعاء الوفد الحكومي إلى جنيف لعقد الجولة الرابعة من المشاورات التي تنظمها الأمم المتحدة، والمحدد عقدها اليوم 6 سبتمبر. لكن وفد الحوثيين رفض السفر من صنعاء بطائرة الأمم المتحدة المصرح لها، واشترط السفر بطائرة عمانية متعللا برغبته في نقل عدد من الجرحى فيها، فيما تقول أنباء إن الحوثيين يريدون استغلال الفرصة وابتزاز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف تهريب قيادات حوثية إلى خارج البلاد. الجواب واضح من عنوانه كما يقال. هذا هو أبرز ما يمكن أن يوصف به تعثر الجولة الرابعة من المشاورات. وإذا كان الاختلاف على طريقة الوصول اليوم، فكيف سيتم الاتفاق على ملفات كبيرة مثل إطلاق المختطفين أو تسليم السلاح أو تنفيذ القرارات الأممية؟ صباح 6 سبتمبر الجاري كان موعد انطلاق المشاورات التي سعى لها طويلا مارتن جريفيث ومن قبله ولد الشيخ بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن وفد الحوثيين لم يصل بعد إلى مقر انعقاد المشاورات في جنيف. إشكالية في وصول وفد الحوثي. يقول التحالف إنه منح الطائرة الأممية تصريحا رسميا للوصول إلى مطار صنعاء لنقل الوفد، بينما يقول الحوثيون إنهم اشترطوا على مارتن جريفيث أن تنقلهم طائرة عمانية وليس طائرة تابعة للأمم المتحدة. وأنباء عن اشتراطهم أيضا نقل بعض القيادات والجرحى في نفس الطائرة إلى مسقط. إذن مشكلات إجرائية حالت دون الوصول إلى مقر المفاوضات، فكيف سيكون ما بعد ذلك؟ يبدو المزاج الشعبي غير متفائل بهذه المشاورات، فقبل عامين وفي نفس المدينة نظمت الأمم المتحدة جولتين من المفاوضات بين الحكومة والإنقلابيين ولم تفض إلى نتيجة بسبب تعنت وفد الحوثيين. المبعوث الأممي مارتن جريفيث التقى صباح اليوم الخميس بالوفد الحكومي في مقر عقد المشاورات، في الوقت الذي ألمح فيه الوفد إلى مغادرة جنيف إذا لم يصل وفد الحوثيين بحسب مصادر إعلامية. الشروط الموضوعية لعقد مفاوضات بين الحكومة والإنقلابيين منتفية تماماً كما يرى مراقبون. لا شيء تغير كثيراً في موازين القوة على الأرض حتى تنجح مفاوضات 2018، فيما فشلت 4 جولات متتالية في 2015 و2016 في جنيف والكويت. ورغم ذلك تتجه أنظار اليمنيين والعالم إلى جنيف، حيث ينتظر وفد الحكومة وحيداً، بينما يحاول الطرف الآخر في صنعاء لي ذراع الجميع، رافضاً تقديم أي تنازلات حتى ولو من باب إبداء حسن النية. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة هنا في الأستوديو المحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك يا أخت مانيسة ومساء مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسين. جولة جديدة من المشاورات هذه المرة، وفيما يبدو أنها تحمل مضمونها كما يقال، يعني كيف تنظر أنت إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من المؤسف أن نأتي بعد 3 سنوات من الحرب ونجد أنفسنا أمام جولة ابتدائية من المشاورات، يعني جولة مشاورات تبدأ من الصفر. الأمم المتحدة لم تراكب نتائج حقيقية من جولات المشاورات التي رعتها، وهذا يشير إلى أن هناك أكثر من سيناريو للتعاطي مع المشكلة في اليمن ومع هذه الحرب، وأن لا يوجد انسجام حقيقي لدى الأطراف الدولية المؤثرة حول إمكانية نهاية وضع نهاية لهذه الحرب التي تعصف باليمنيين والتي دمرت حياتهم، وزاد منها السياسة الكارثية التي يعتمدها التحالف إزاء الوضع في اليمن. نحن أمام جولة مشاورات هدفها الأساس هو يعني خلق أجواء لبداية مفاوضات قد تنجح وقد تفشل. هذه المشاورات ليست إلزامية وستبحث حول قضايا سبق وأن تم بحثها في جولة بييل، وهي قضايا تتعلق ببناء الثقة
وتتركز تحديدا حول إمكانية إطلاق الأسرى والمعتقلين الموجودين في سجون الميليشيا الحوثي. وهناك قوائم أيضا يطالب الحوثيون أيضا بإمكانية إطلاق سراحها لمعتقلين أو لأسرى حرب موجودين لدى الحكومة الشرعية. حتى القضية الأساسية اللي يمكن أن تشكل منطلق لمشاورة مجدية وهي قضية الحديدة، هذه قضية ذهب المبعوث الأممي إلى جنيف بعد أن فشلا ذريعا في تحقيق أي تقدم بإزائها، يعني لم يستطع أن يقنع الحوثيين بتصورات تتعلق بوضع حل لأزمة الحديدة من قبيل الانسحاب وتسليمها لطرف محايد أو تسليمها للشرعية، وتوقفت الحرب عند أطراف الحديدة على أساس أن يمنح المبعوث الأممي فرصة لإقناع الحوثيين بإيجاد حل أو القبول بحل ما يجنب الحديدة هذه الحرب. اليوم تكاد تكون الحديدة ووضعها وميناؤها خارج نطاق المشاورات المبدئية هذه التي يتحدث عنها المبعوث الأممي، ومع ذلك نجد أنفسنا أمام عقبات تعترض حتى عقد هذه المشاورات. والحوثيون يكررون تقريبا نفس السيناريو الذي شاهدناه عندما طلب منهم أن يذهبوا إلى جنيف. تقريبا السلام ليس خيار أي من هذه الأطراف، لا خيار الحكومة ولا خيار الحوثيين. إذن لما يعني تحدث مثل هذه المشاورات؟ لما الموافقة عليها إذا لم تكن هي خياراتهم؟ أنا أعتقد أنه المسألة هي تخضع لمزاج المجتمع الدولي لمحاولة الأمم المتحدة استعادة دورها في الأزمة اليمنية. الضغوطات التي تمارسها القوى الكبرى كرجع صدى للضغوطات التي تعرض لها بدورها من قوى الضغط في بلدانها وتتركز حول الأزمة في اليمن. استمرار تدفق الأخبار السيئة التي تأتي من اليمن تضع المسؤولين الغربيين أمام وضع محرج للغاية، لهذا هم يدفعوا باتجاه عقد هذه الجولة على الرغم من وجود ضمانات حقيقية لإنجاحها. الضمانات الحقيقية بطبيعة الحال هي مرتبطة بموقف دولي قوي وفاعل، يعني إذا هناك موقف دولي قوي من الأطراف المعنية، وأنا أعني هنا أعضاء مجلس الأمن الدولي في المقام الأول، المجلس يعني تحالف الرياض أبو ظبي، الحكومة الشرعية، الحوثيون، هذه الأطراف إذا لم تتوفر لديها نية للحل، وأنا في تقديري أنه طرفي الصراع تقريبا مصران على إتمام يعني مهمة الحرب إلى نهايتها، لا الحوثيون قابلين بإنهاء الحرب ضمن صفقة سياسية ولا الحكومة كذلك. الحوثيون رفضوا حتى إنجاز حل مبدئي فيما يتعلق بوضع الحديدة، وهذا يعطي مؤشر على أنهم ليس لديهم استعداد حقيقي للقبول بتسوية سياسية ما لم تكون هناك قوة قهرية تجبرهم على ذلك. الحكومة الشرعية تريد إنجاز ربما السلام لكن وفقا للمرجعيات، وهذا شرط واضح بالنسبة للحكومة، وهي إذا لم يتحقق هذا الشرط فهي ماضية في الخطط العسكرية، لكن الحكومة مخذولة، القرار العسكري تقريبا ليس بيدها، القرار العسكري بيد التحالف السعودي الإماراتي، والتحالف السعودي الإماراتي تقريبا اليوم يخوض معارك جانبية على الساحة اليمنية، وبدأ يعني يتكشف عن أهداف خاصة لها علاقة بالجغرافيا اليمنية والاستحواذ عليها وفرض النفوذ على أجزاء مهمة من الجغرافيا اليمنية كما رأينا في سقطرة وفي المهرة. إذن يعني العبث الذي تشهده الجغرافيا اليمنية عبث لا يمكن احتماله، فهو حرب وتآمر على الشرعية في نفس الوقت، وإلا كيف نفسر أن تندلع هذه الاحتجاجات بدعوى أن هناك تذمر شعبي من الوضع الاقتصادي؟ نعم هذا سبب جوهري وموضوعي، نعم خاصة لكن هناك أجندة سياسية تحرك هؤلاء الجماهير، بدليل أن الأدوات العسكرية الإماراتية هي من يدفع الناس اليوم إلى تنفيذ عصيان مدني. إذن نعم، لكن هل يعني ولو أننا نخرج عن الموضوع أستاذ ياسين، ولكن هل مثل يعني هذا الدفع يعني بإعلان تمزيق صور القادة ويعني ترديد هتافات خروج التحالف من المناطق التي يتم فيها الاحتجاجات؟ أنا لدي يعني سيناريوهين يعني ربما موضوعيين. السيناريو الأول هو أن عندما قرر الانتقال بإعاز من الإمارات تفجير الوضع الداخلي لرفع الغطاء الشعبي عن الحكومة وإظهارها حكومة فاسدة وفاشلة بما يسمح له بإعادة فرض الحكومة التي يريد وإعادة فرض الشرعية التي يريد،
برزت تيارات أخرى أيضا مرتبطة بأنشطة خارجية، والتيارات الحراكية كما نعلم هي تيارات متعددة وذات نفوذ في الساحة الجنوبية. المجلس الانتقالي تقريبا هو عمره نعم. سنة أو سنة ونصف، وهو ممول من الإمارات صحيح، لكنه لم فشل حتى الآن في التعبير عن الإرادة الجنوبية، فرض يعني فشل في أن يكرس نفسه ممثلا وحيدا للقضية الجنوبية، وطبعا هذه محاولة يائسة في ظل صحيح. سيادة العنصر نعم. الجنوبي على كل مكونات الدولة نعم. اليمنية. لو عدنا السيناريو الثاني دعيني نعم. أكمل السيناريو الثاني، ربما أن هناك مخطط من التحالف لإغراق المحافظة الجنوبية في هذه الفوضى وتحمل بعض نتائجها كالتي نراها اليوم من إسقاط الصور الزعماء السعوديين والإماراتيين، لكي تظهر هذه الهبة وكأنها هبة في وجه الجميع، في وجه التحالف، في وجه السلطة الشرعية، وبالتالي يبدأ التحالف وأطراف أخرى يطرحون فكرة لماذا لا نلبي هناك قضية حقيقية ينبغي أن نلتفت إليها وهي المطالبة بالانفصال، فيبدأ طرح هذا الموضوع على خلفية هذه الاحتجاجات التي تبدو وكأنها عفوية وتبدو وكأنها كاسحة وغير قابلة للاحتواء. نعم، إذن لو عدنا لموضوع المشاورات أستاذ ياسين، برأيك يعني دخلت الشرعية هذه المشاورات كما في كل مرة دون شروط مسبقة، دون حديث عن هدنة، دون حديث على الأقل عن مختطفين ومعتقلين، ما أسباب ذلك برأيك؟ في الحقيقة وزير الخارجية ربما تحدث كثيرا عن هذا الموضوع، وقال أن النقطة اللي يمكن أن يحقق فيها الطرفان تقدما هي فيما يتعلق بالمعتقلين، قال هذا في أكثر من تصريح، وقال أن هناك استعداد حتى لدى الحوثيين للتداول، وربما هذا اعتمد الوزير في طرحه هذا على ما نقل إلى الحكومة من جانب المبعوث الأممي، بمعنى أنه أصبح هناك استعداد لدى الحوثيين للتعاطي مع هذا الملف، وهو في حقيقة الأمر ملف ليس له علاقة مباشرة بالتسوية، هو يدخل في إطار بناء الثقة بين الطرفين، ولا يوجد أي خطوة إجرائية يمكن أن تبني الثقة بين طرفين متصارعين حول مشروعين متناقضين. أنا لا أتوقع أن حتى إطلاق سراح بعض المعتقلين أو الأسرى خصوصا الشخصية الكبيرة يمكن أن تهيئ الأرضية للانتقال إلى حل سياسي ينهي هذه الحرب. هذا لا يزال مستبعدا تماما. إذن حتى لو اتفق الطرفان في هذه المشاورات على إنجاز جزء من هذه الصفقة، صفقة إطلاق الأسرى، فإنها لن تؤثر بشكل مباشر وسريع وفوري على عملية سياسية متسارعة تدفع باتجاه إنهاء الحرب. لا توجد هناك قضايا جوهرية أخرى في حقيقة الأمر، هناك ترحيل لمعظم القضايا الأساسية لمرحلة ما بعد المشاورات غير الملزمة هذه. المبعوث الأممي يقول أنه إذا تم التوافق على الانطلاق على حول الأفكار الأساسية يمكن الانطلاق نحو المفاوضات الحقيقية، وهي مفاوضات ستدخل فيها قضايا كثيرة من ضمنها القضية الجنوبية. ويمكن هل تجد يعني أن يعني ربما هناك من يقول بالنسبة لهذه المشاورات غير الملزمة أو يعني الواضحة سلفا أنه لن يكون هناك فيها لقاءات، هي فقط لإعادة المياه الراكدة خصوصا بعد سنتين تقريبا منذ الانقطاع عن الحديث عن حل سياسي والجلوس على الطاولة وطاولة المشاورات؟ أنا لم أفهم حتى هذه اللحظة يعني لماذا قرر المبعوث الأممي جعل هذه المشاورات غير مباشرة. هناك تكرار للتجربة السورية الفاشلة. هذه الطرفي الحرب التقيا في المشاورات السابقة كلها، ربما في جولة المشاورات الأولى كان هناك اجتماعات غير مباشرة، لكن بعدين الطرفان التقى بييل، التقى الطرفان وجه لوجه في مشاورة الكويت، التقى الطرفان وجه لوجه. لماذا البداية من الصفر؟ لماذا اعتمد هذه الآلية التي تشير إلى أن الأزمة عميقة إلى حد لا يمكن تجاوزها؟ أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا، أنا لا أدري ما هو السيناريو بالتحديد. يعني المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث إن كان يريد النجاح فهناك نتائج ترتبت على الجولات السابقة، لماذا لا يبني عليها؟ الطرفان توصل على الأقل حول توافق حول أفكار محددة حول قضايا معينة، لماذا لا يبني على تركة المرحلة المقبلة؟ لماذا يصر يعني على أن يبدأ من هذه البداية بحد ذاتها يعني لا تبشر بالخير؟ ربما غيرت في الخريطة السياسية كثيرا، يعني هناك عامان حدث فيهما ما حدث، حدثت كثير من الاختلالات. نعم دعني فقط سأعود إليك، ولكن بعد أن ينضم
معنا بليغ المخلافي المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة وعضو الفريق الإعلامي في الوفد المشارك. مساء الخير أستاذ بليغ. أهلا وسهلا نور. أهلا بك أستاذ بليغ. بداية يعني تم تأجيل المشاورة، هل لديكم أي يعني تاريخ محدد أو وقت محدد لبدئها فعليا؟ هو طبعا كان يفترض أن تبدأ المشاورات اليوم، المفروض إرجاها إلى الغد، أعلن عن إرجاها إلى الغد على اعتبار أن وفد الحوثي سيصل، لكن حتى الآن وحسب المعلومات الواردة من صنعاء لا يزال الوفد في صنعاء ولا توجد أي مؤشرات على أن الوفد سيصل غدا أو أن المشاورات ستبدأ غد. نعم، إذا يعني بالنسبة للأجندة التي كان يجب أن تحدث، لديكم أي معلومات حول تفاصيل يعني النقاط التي سيتم النقاش حولها؟ طبعا مشاورات غير مباشرة، هي مشاورات وليست مفاوضات بهدف الحل السياسي. مارتن جريفيث منذ أن تولى مهمته قبل 9 أشهر يحاول إحداث اختراق في جدار العملية السياسية، تمكن الآن من تنظيم هذه اللقاءات في جنيف قبل أن يعني لا يمكن القول أنه قد تمكن، لأن الوفد الحوثيين لم يصل حتى الآن، وبالتالي هو يحاول إحياء مهمته حتى لا يحكم عليها بالفشل منذ البداية. للأسف الشديد هذه المشاورات هي ستركز فقط على إجراءات بناء الثقة، يعني أننا نعود إلى ما قبل مربع الكويت تقريبا. نعم، إذن يعني برأيك يعني في ظل العودة إلى ما قبل الكويت وربما إلى ما قبل حتى بيل، يعني هي تشبه المشاورات الأولى، كيف تقبل الحكومة الشرعية بالعودة إلى الصفر وهي التي قدمت الكثير من التنازلات كما نعلم في المشاورات السابقة؟ بالتأكيد الحكومة تعمل من منطلق أنها يعني مسؤولة عن دولة وعن شعب، ويعني من منطلق عضوية أو أن تكون عضو في المجموعة الدولية، أن تكون عضو من منظمات إقليمية ودولية تلتزم بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات. الحكومة بالتأكيد تسعى إلى إحلال السلام، ولطالما صرحت أن الحرب كانت خيارا اضطراريا لفرض السلام، وبالتالي بالتأكيد يعني الحكومة تتلقى الكثير من الضغوط من قبل المنظومة الدولية للذهاب إلى هذه المشاورات. هناك فرق بين التعامل مع حكومة والتعامل مع عصابة، يعني اليوم الحوثيون هم يوصلون رسالة إلى الأمم المتحدة وإلى العالم أجمع وإلى الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بأنهم لا يأبهون لشيء، يعني عندما يتم الترتيب لهذه المشاورات منذ شهرين وعملية الترتيب جارية لهذه المشاورات، وفي اللحظة الأخيرة تظهر هذه الميليشيات ولديها اشتراطات بنقل جرحى وإعادة جرحى، ومطار صنعاء منذ يومين لم يتمكن، والكثير من ضباط العاملين في المطار لم يتمكنوا من دخول المطار لمنع، وتحديدا العاملون في الأمن القومي والأمن السياسي الغير محسوبين على الميليشيات والذين تعتقد الميليشيات أنهم لا يدينون بالولاء لها ممنوعون من دخول المطار. بالتأكيد هناك ترتيبات ربما كانت لدى هذه الميليشيات لنقل ربما خبراء، ربما لنقل شخصيات هامة تريد الخروج من صنعاء، أو ربما قيادات أصيبت في الحرب وتود نقلها ولا تود الإصلاح عن ذلك. نعم، لكن يعني مثل هذه الاشترافات في اللحظة الأخيرة توصل رسالة سلبية للمجتمع الدولي عن عدم رغبة هذه. لكن أستاذ بليغ، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يوصلون هذه الرسائل السلبية، وليست المرة الأولى التي تظهر فيها الحكومة بشكل إيجابي. ربما يعني هناك من يجد أنه مبالغ به، يعني لتوضيح للعالم أن هذه حكومة شرعية تلتزم أمام المجتمع الدولي وتلك لا تلتزم بأي معايير دولية، وفي الأخير يتم التعامل معهما كطرفي صراع. يعني ما الذي يضيفه هذا أو ذاك؟ هذا يضع الآن يضع الكرة في ملعب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. يفترض أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مزيد من الضغوط على هذه الميليشيات للالتزام على الأقل بما تم التوافق عليه في الذهاب إلى مشاورات. نحن الآن يعني المجتمع الدولي هو مسؤول عن تنفيذ القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن، لكن نحن نقول الآن أن المجتمع الدولي أيضا يعني مسؤول والأمم المتحدة مسؤولين عن الضغط على هذه الميليشيات للذهاب إلى مشاورات سياسية جادة على الأقل لإيقاف هذه الحرب العبثية التي أشعلت هذه الميليشيات منذ 4 سنوات، والتي تنتج أو أنتجت بحسب وصف الأمم المتحدة وتوصيف كل المنظمات الدولية أسوأ كارثة إنسانية في العالم. الكرة اليوم في ملعب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعليهم أن يمارسوا مزيد من الضغوط السياسية على هذه الميليشيات. هل تمارس الحكومة مثل هذه الضغوطات على المجتمع الدولي وتظهر أيضا
يعني كيف أنها متجاوبة بعكس الطرف الآخر؟ هل هناك مثل هذه الضغوطات؟ بالتأكيد هذه الرسائل تصل من الحكومة إلى المجتمع الدولي، ولعل البيان الأخير الصادر أو التصريح الصحفي الأخير لمارد الذي صدر عن مكتب المبعوث الأممي كان فيه إشارة واضحة وشكر للحكومة على تجاوبها، ويعني في الأخير أشار إلى أنه يتمنى أن تلتحق ما سماها بجماعة صنعاء أو وفد صنعاء في المشاورات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك بليغ المخلاف المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني كيف تفسر إصرار المبعوث على انعقاد مشاورات ربما كل معطياتها تؤدي إلى الفشل بحسب ما نتابع، وخاصة كما قلت أنه يبدأ من الصفر ولم يبني على السابق؟ كما قلت، طبعا هذه المشاورات تأتي بناء على إلحاح من الأمم المتحدة وقوى دولية في مجلس الأمن، والمبعوث الأممي في نهاية المطاف أقصر الطرق لنجاحه على أو نجاح مهمة الوساطة التي يقوم بها في اليمن هي عقد المشاورات بين الأطراف، لأن خيار الحرب بالنسبة للأمم المتحدة هو يعني خيار مرفوض، ودائما تبحث عن مسار آخر هو مسار السلام، ومسار السلام لن يتحقق إلا من خلال الحوار. إذن الآلية الوحيدة لتحقيق ذلك هو جمع الأطراف في جلسة مشاورات، وثم الإطار الذي اقترحه المبعوث الأممي يفترض أنه قد أطلع مجلس الأمن عليه، وكان على مجلس الأمن وهو يناقش قضايا كهذه أن يساعد مبعوث الأمم المتحدة أو يقدم له نصائح، لأنه لا يمكن البدء من الصفر في قضية كالقضية اليمنية. لكن أنا في تقديري أن وراء هذا النوع من الآليات المحبطة هو أن المجتمع الدولي لديه أكثر من تصور فيما يتعلق بالحل في اليمن، هو استمرار الغطاء من قوى دولية نافذة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لتحالف السعودية الإمارات، مما يجعل حربها في اليمن يستمر تحت أقل ما يمكن من الضغوط. لكن الركون أعتقد للموقف الأمريكي بدأ يتأثر، خصوصا في ظل التقارير الدولية التي شكلت مصدر ضغط كبير جدا على التحالف خلال المرحلة الماضية. إذن المفاوضات ربما تكون ملاذ لكل الأطراف، ولكن أنا في تقديري أن كل الأطراف تنظر إلى هذه المشاورات ومن ثم المفاوضات عبارة عن يعني متنفس، عبارة عن محاولة لإظهار أن لديها نوايا للسلام، لكن هي تضمر نوايا مختلفة تماما. الحوثيون متمترسون حول الخيار العسكري، حول التمسك بمكاسبهم السياسية والعسكرية على الأرض. الحكومة الشرعية بطبيعة الحال لن ترضى بأقل من استعادة ولايتها الدستورية على الأراضي اليمنية كاملة، وهذا لن يتحقق إلا إما برضوخ الحوثيين وفق حل سياسي أو عبر عملية عسكرية. هل ما زال التحالف العربي اليوم لديه مسار مختلف على الساحة اليمنية، وهي النقطة الأساسية اليوم التي تحدث كل هذا الخراب الذي يدور في الساحة اليمنية؟ نعم. التحالف العربي للأسف الشديد ليس رديفا عسكريا حقيقيا للحكومة الشرعية، لا يتقدم في جبهات أساسية يفترض أن توصل الجيش الوطني إلى صنعاء. اليوم السعودية تحارب في صعدة في محاولة لخلق عمق جغرافي يحرر مناطقها الحدودية من الضغط العسكري الذي يمثله الحوثيين كل يوم. الإمارات تبحث عن تعزيز نفوذها على السواحل من خلال تقدمها باتجاه الحديدة. بطبيعة الحال هناك هدف أمني سعودي ملح يتمثل في إغلاق السواحل أمام الحوثيين، ولكن أنا أعتقد أن الإمارات أيضا تبتز السعودية من خلال هذه المهمة أو من خلال إدارتها للعملية العسكرية في الساحل الغربي. لدينا يعني تقريبا ثلاث مسارات اليوم لا يمكن أن يلتقيا نهائيا. المسار الحوثي الذي ينتهي بالتمسك بالسلطة وسلطة الأمر الواقع في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى في شمال البلاد، الحكومة وهي مصممة على استعادة ولايتها الدستورية على الأرض اليمنية، لكن بإمكانيات وخذلان كبير على ما يبدو من التحالف العربي الذي يسهم في إضعافها يوما إثر يوم. التحالف الذي بدأ يظهر أهدافه الحقيقية من التدخل العسكري في اليمن، وهو إضعاف الدولة اليمنية وتفكيكها وممارسة النفوذ السياسي والعسكري والجيوسياسي على الأرض اليمنية، وربما فرض اليد على
أجزاء مهمة من الجغرافيا اليمنية كما سبق وأنا أشرت، كما يحدث في 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 سقطرة والمهرة. إذن الوضع نعم في اليمن معقد، بالنسبة وأعتقد المسألة مرهونة اليوم بتحول دراماتيكي في الموقف الدولي. نعم، بالنسبة للحكومة الشرعية فهي يعني أصبحت يعني شبيهة بمن هو مكشوف الظهر، طالما ولا يوجد لديها حليف عسكري حقيقي كما تفضلت. الحوثيين أيضا لم يستطيعوا فرض سيطرتهم الكاملة، ولم يستطيعوا أن يخرجوا من دائرة الحصار المفروض عليهم. فبالتالي هل تعتقد أنه في ظل كل هذه المعطيات التي موجودة على الأرض، هل لا يزال الحوار دربا في طريق اليمنيين يعني، أو السلام لليمنيين، أم أنه مجرد أكل للوقت والمال؟ الحوار هو لا غنى عنه، الحوار يحتاجه اليمنيون الذين جربوا الحرب، وهذه الحرب أثبتت أنها لا يمكن أن تحسم، لأن هناك أطراف دولية عملت على إضعاف، على إطالة أمد هذه الحرب وصولا إلى إضعاف كل الأطراف. وهذه استراتيجية مفهومة جدا، يعني إضعاف كل الأطراف يعني استدامة الحرب الأهلية دون نتائج حقيقية. هذه الحرب إذا بقيت على هذا النحو ستعني مزيد من إضعاف الدولة اليمنية، مزيد من إضعاف الأطراف اليمنية، مزيد من تحكم القوى الخارجية بهذه الأطراف، والتحكم بمصير الدولة اليمنية، وفرصة كبيرة للأطراف الخارجية لكي تؤثر في مستقبل الدولة اليمنية، وهو مستقبل محفوف بالمخاطر في ضوء الأطماع التي بدأت تظهر من جانب أطراف إقليمية. لا غنى عن المسار السياسي، لا غنى عن الحوار، ولكن هذا الحوار يحتاج إلى إرادة دولية قوية جدا. مطلوب من مجلس الأمن الدولي أن يضع كل ثقله وخلف المبعوث الأممي، يجب أن يضغط المجتمع الدولي بهدف الوصول إلى نتائج حقيقية لهذا الحوار. أكثر من 3 سنوات ونصف من الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد لم توصل إلى نتائج حقيقية. الحوثيون الذين خسروا المزيد من الأراضي لا يزالون يظهرون القدر ذاته من التعنت السياسي، لا زالوا يفرضون شروطهم حتى في متى تبدأ المشاورات ومتى تنتهي. وهذه طبيعة الحال، المسألة لا تتعلق فقط برغبة الحوثيين في الحصول على ممر آمن من صنعاء إلى جنيف، وإنما لإظهار أنهم هم الذين تحكموا بمسار المفاوضات. وهذا يعطي مؤشر على أن الحكومة اليمنية ملحقة بالإرادة الدولية، فيما الحوثيون لديهم مرونة ولديهم مساحة للتصرف والتحرك وفرض الإملاءات وفرض الإرادة على المجتمع الدولي. نعم، إذن اسمح لي أستاذ ياسين أن ينضم معنا الأستاذ غمدان اليوسفي، صحفي من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا، مساء النور. أهلا بك. أتمنى أنك استمعت قليلا لحديث الأستاذ ياسين في يعني ختام حديثه، وهو يتحدث عن أن يعني لم يعد يوجد هناك أرضية مشتركة للحوار بين الحكومة الشرعية والحوثيين، خاصة والحوثيين الذين يتشرطون حتى آخر لحظة، وربما يريدون إيصال فكرة أننا لا أحد يملي علينا ما يريد، نحن على العكس من نتحكم بكل شيء، على عكس الحكومة الشرعية التي تظهر أنها تابعة للأمم المتحدة. ما رأيك؟ بالفعل أساسا إذا ناقشنا الأرضية لم تتغير منذ 3 سنوات، نفس تفاصيل المشهد، نفس تفاصيل الخارطة العسكرية، نفس تفاصيل الخارطة السياسية، لا شيء جديد يعني لأجل أن نتحدث عن متغير يمكن أن يجبر هؤلاء على المجيء بعقلية مختلفة. بالعكس يعني نحن يعني نراقب ما الذي يحدث في عقلية أو ذهنية الحوثيين، فنجد أن هناك يعني ذهاب إلى القطب السالب أكثر مما نجده ذهاب إلى القطب الموجب. يعني الحوثيون بدأوا بخطاب يعني حين دخولهم العاصمة صنعاء، خطاب كان يهم الناس في البداية، وبالتالي اندفع البعض إلى يعني إلى الالتحاق أو الانخراط في التوجه مع هذه الجماعة، لكن يعني تدريجيا وصلنا إلى مرحلة يعني من يمكن أن نعرفها من الشال إلى العمامة. يعني التطور الفكري للجماعة كان عبد الملك الحوثي يظهر وهو يضع ذلك الشال على كتفيه، وآخر خطاب له ظهر وهو يرتديه كإمامة، وهذا يعني أنه يعني تحول إلى خطاب مذهبي واضح ليس له علاقة بمتطلبات الشارع، ليس فقط يعني بفكر سياسي. نتحدث عن متطلبات الشارع التي كانت على أساس أنها هم الحوثي، واليوم
كلما كثرت متطلبات الشارع كلما تغاضى الحوثي عنها وذهب بعيدا عن تفاصيل يعني للبحث عن تفاصيل تاريخية وقصص يعني ليست من قصص عصرنا يعني إذا جاز التعبير. إذا ما المتغير الذي يمكن أن يجذب هؤلاء للوصول إلى يعني إلى مشاورة أو القبول بسهولة بالدخول في انخراط المشاورات؟ نعم بهذا الشكل يعني طالما لا متغير فعلا يعني موجود لا على الأرض ولا على المستوى السياسي ولا على أي مستوى، فلما يصر جريفيث على هذه المشاورات غير المباشرة حتى يعني وكأنه يعود بنا إلى ما قبل 3 سنوات كما تفضلت؟ يعني كل مبعوث أممي يأتي يعني يحاول أن يحقق إنجاز شخصي، يعني في النهاية من حق أي شخص يعمل في أي ملف من البحث أن يحقق إنجاز شخصي، وبالتالي المبعوث الأممي لم يرفع سقف الطموحات لدى الناس، وهذه يعني ربما هو المتغير في نفسية المبعوثين الأمميين بدلا من يعني من ذلك الخطاب الذي كان يتبنى المبعوثين السابقين، وأصبح هنا يعني خفض لمستوى التوقعات، ويمكن يعني هو يمكن أعتقد أنه يفكر بطريقة مختلفة أنه إذا حقق على الأقل إنجاز معين فيما يتعلق بملف المعتقلين يمكن أن يكون هذا مفاجئ للناس أنه حصل متغير جديد لم يكن يعني موجود في المبعوثين السابقين، وبالتالي هو أبقى سقف التوقعات منخفض يعني إلى أدنى درجاته ولم يرفع هذا السقف. إذا ربما أيضا لن يتحقق حتى في هذا الأسلوب أي جدوى، لأنه اختلف الخطاب يعني أو لم يختلف الخطاب للحوثيين، يعني وضعوا مقالب للمبعوثين السابقين وفعلوهم كما فعلوا تماما في مشاورات يعني الكويت، ونتذكر تفاصيل يعني السفر وكيف وكم تأخروا أيام وحاولوا تهدئة يعني المبعوث الأممي حاول تهدئة الطرف الحكومي وتأخيره في تلك الفترة في الكويت، يعني وبعد مضي 4 أيام أو 5 أيام وصل الحوثيين بعد يعني بعد هذه الضغوطات. أعتقد نفس المسرحية نفس المشهد، لكن يعني التفاصيل التي دخلت اليوم في مسألة تسفير جرحى أو ما إلى هنالك هي مكاسب بسيطة، لكن يعني مكاسب بسيطة للحوثيين، وأعتقد أنها تنم عن بساطة التفكير لدى الجماعة، و يعني أن يتم استغلال مثل هذا يعني لتعطيل ما يمكن أن يكون مكسب لشعب كامل. نعم إذن شكرا جزيلا لك صحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. وأنتقل بعد إذنك أستاذ ياسين إلى الأستاذ حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب ومرافق الوفد الحكومي من جنيف. مساء الخير أستاذ حمزة. مساء النور، كيف الحال؟ أهلا بك أستاذ حمزة، وأود أن تخبرني يعني وصف جريفيث المشاورات بأنها ليست مفاوضات رسمية وإنما مجرد مشاورات، إذن هل نتوقع شيئا من هذه المشاورات التي قلل من سقف منذ اللحظة الأولى لم تكن مفاوضات، هي consultation مشاورات. نعم أولا، وهي كانت تخص قضايا معينة وهي قضايا الإنسانية، قضايا المعتقلين وقضايا تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. الأمر الآخر وهو الأهم أن اليوم نحن كان هناك لقاء بين الوفد الحكومي والمجموعة الدول 18، كان هناك لقاء مع المبعوث مرة أخرى، هناك يعني التفاف دبلوماسي حول الحكومة الشرعية وإشادة بموقفها ومكسب من حيث التعزيز موقف المجتمع الدولي الموحد من الشرعية، بينما الحوثيين الآن ظهروا أمام الجميع وأمام المجتمع الدولي بأنهم لا يفترثون بالسلام وأنهم لكن أستاذ حمزة ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها التفاف دبلوماسي أمام الحكومة. نعم ويشاد نعم بدورها. نعم وليست المرة الأولى التي يظهر فيها الحوثيين تعنتهم وعدم واستهتارهم. نعم أيضا وعدم احترامهم للمواثيق الدولية. نعم ما الجديد يعني ما الذي سيضيفه ذلك في يعني قضية اليمن؟ العمل الدبلوماسي هو عمل مستمر وليس العمل يعني وليس ولا دائمة. أولا نحن تعرض التحالف العربي والشرعية لضغوطات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية بالأخص بما يخص عملية تحرير الحدود كما تعلمون. لا. الآن في هذا الوقت بوضوح كلما أثبتت الشرعية التزامها وعملها كلما كان لصالحها الذي يحصل الآن، وهذا واضح أن الحوثي يظهر معرقل والحكومة تظهر. أيوة نعم أسمع. نعم نعم
بوضوح الحوثيون يثبتون يوما بعد آخر بأنهم غير ملتزمين بالحل السياسي وبأنهم معرقلين وأنهم ظهروا بأنهم يقوضوا جهود المبعوث، وهذا أمر واضح منذ اللحظة الأولى بالنسبة لنا كيمنيين، لكن كان يجب أن يتعزز أكثر عند المجتمع الدولي. نعم، إذن أستاذ حمزة، يعني كيف تفسر أن تعنت وفد الميليشيا بعد كل هذه المساعي التي حصلت قبل بدء الحوار؟ أنا أعتقد أن الحوثيين غير قادرين بالسلام، والحوثيين لا يريدون السلام، وهم جماعة راديكالية متطرفة لا تختلف عن القاعدة وداعش، هي جماعة ترى بالعنف الوسيلة الأمثل للسيطرة والاحتفاظ بالسلطة. بوضوح على الجانب الآخر، الحكومة الشرعية أتت اليوم من موقف عسكري على الأرض قوي، نحن أتينا وقوات الشرعية متواجدة في عبس، في حجة، في حرب، قوات الشرعية تقاتل في مران، في كتاف، في البقع، وتتقدم في الحديدة. هذا دليل أننا أكثر سعيا للسلام وأكثر مصداقية بالسلام من منطق قوة وليس من منطق ضعف كما هو حال الحوثي في هذه اللحظة. إذن كيف تفسر، يعني أو ألا تلاحظ أن هذا يحمل تناقضا في تصريحات جريفيث الذي قال أن خيار السلام بات متاحا والجميع يرحب به؟ هو المبعوث الأممي يجب أن يقول هذا الكلام، إنه وظيفته أن يحاول أن يكون متفائلا، وهذا عمله، أن يسعى للحفاظ على تفاؤله. نعم، إذن يعني يبدي الحوثي يعني تفاهما واسعا حين يذهب إلى جريفيث ويقول أنه سيتحدث في جميع الملفات ولا مانع لديه من يعني التجاوب لأجل حل السلام، وحين تبدأ المشاورات يظهر بعض التعنت ويظهر اشتراطات، هل يريد كسب الناس في الداخل وهو يتحدث عن الجرحى وفتح مطار صنعاء وما إلى ذلك من النقاط؟ الحوثي يريد أن يلعب على أنصاره المنهارين معنويا، يحاول أن يكسبهم نفسيات عالية في ظل خسارتهم على الأرض، وهذا ما يقوم به. نعم، إذن هناك من يتساءل لما يعني تذهب الحكومة دائما دون أي اشتراطات، رغم أنها أثبتت في أكثر من مرة موقفها الإيجابي، ربما كان أكثر إيجابية في مفاوضات الكويت التي وقعت الحكومة على المفاوضات أو نتائجها يعني سريعا بينما رفض الحوثي التوقيع. هناك فرق كبير بين الحكومة الشرعية حكومة الدولة. نعم، هذا ما نردده حمزة منذ 3 سنوات، هناك فرق بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيات، ولكن للأسف الشديد حين يأتي الحديث عن 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 الإشكالية في اليمن يتحدثون عن طرفي صراع، لا يتحدثون عن حكومة شرعية تثبت يعني انضباطها أمام المجتمع الدولي وميليشيا منقلبة. عزيزتي آسيا، الأمر باختصار بما يتعلق بهذا الموقف وبهذا التوصيف الذي تحدث عنه هو أننا أمام التزام أخلاقي أمام اليمنيين أيضا من أجل السلام. الموضوع يعني الحرب في الأخير ليست خيارنا وليست يعني ليست خيارنا الأساسي، نحن خيارنا السلام وإنهاء الحرب، هذا خيارنا كيمنيين، والحوثي لم يعطي لنا خيار إلا أن نكون عن طريق القوة باستعادة الدولة. لكن بما يخص المجتمع الدولي أعتقد أنه يمارس ضغوطاته وهناك يعني تحرك لذلك. نعم، إذن ابقى معي أستاذ. نعم أسمعك، ابقى معي أستاذ حمزة، سأعود إليك بعد العودة للأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني هل تجد أن فعلا هناك كسب نقاط حقيقية للحكومة من خلال تجاوبها المستمر مع المجتمع الدولي أمام الحوثي الذي يتعنت في كل مرة؟ طبعا الحكومة عندما تذهب هي تعبر عن إرادتها في تحقيق السلام، ولكن هي إرادة مراوغة في نهاية المطاف. الحكومة لا يمكن أن تحصل على ما تريد إلا بالقوة العسكرية في ظل هذا التعنت الحوثي. ولكن دعيني أقول هنا وألفت نظر المشاهدين إلى أن مشكلة الحكومة أن ذهبت في هذه الجولة من المشاورات وهي في أضعف حالاتها اليوم، يعني على عكس ما يتحدث الأستاذ حمزة. أتمنى أنك ما زلت تسمعنا، يعني هو تحدث أنها ذهبت من منطق قوة، كيف تجد أنت أنه لا العملية العسكرية هذه تخاض ل يعني دوافع مختلفة، يعني ليس لها علاقة مباشرة باستعادة بدعم السلطة الشرعية. المسألة يعني على خط الحدود، وهذا التقدم دائما مرتبط بحاجة أمنية سعودية في المقام الأول، لكن تقويض الأرض في الأراضي اللي يسميها أو تسميها السلطة الشرعية محررة، تقويض يعني الأرض من تحت أقدام الشرعية، قدمها للمجتمع الدولي على أنها شرعية يعني ضعيفة ولا تتمتع بأي غطاء، لا من التحالف الذي يدعمها ولا من الشعب الذي يبدو كما لو يثور ضد هذه الحكومة وضد فسادها. طبعا تصميم هذا المشهد العنفي على الساحة المحررة على أعتاب
جولة المشاورات لا يشير إلا إلى أن هناك مؤامرة تحاك ضد هذه السلطة الشرعية ويراد لها أن تذهب إلى هذه الجولة من المشاورات وهي ضعيفة. ذهاب الوفد لا يعني أن الحكومة قوية وأن لديها أوراق قوية. الذي يتحكم في المشهد هو التحالف، والذي يتحكم في المسار العسكري هو التحالف. الحكومة للأسف الشديد تفقد شيئا فشيئا من نفوذها وصلاحيتها على الأرض، فيما يزداد الحوثيون تحكما بالأراضي التي يسيطرون عليها. حتى في ظل هذا التآكل المستمر في هذه الأراضي، هم يندحرون في أكثر من مكان، ولكن الأراضي التي يضعون يدهم عليها يسيطرون عليها بشكل كامل ويفرضون فيها نفوذهم ولا ينافسهم فيها أحد، بينما الأراضي التي يقال أنها تحررت لا يستطيع الرئيس العودة إليها، لا يستطيع رئيس الحكومة العودة إليها. اليوم عقد مجلس الوزراء على عجل في الرياض، بينما لم يمضي إلا فترة بسيطة على انعقاده في عدن برئاسة أحمد الميسري، وكان الهدف هو أن تصدر الحكومة بيانا تدين فيه الشعارات المنددة أو المعادية للتحالف التي أطلقت من المتظاهرين المدعومين من الذين يسيرهم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. نحن أمام دوامة من الفوضى والاستخفاف بالعقل اليمني وبالإرادة اليمنية، ونحن أمام مؤامرة حقيقية تستهدف هذه الجغرافيا. وإذا لم تتصرف السلطة الشرعية بحكمة وتظهر إرادة قوية وتعتمد على العنصر الأساسي الذي يمكن أن يساندها في أوقات الشدة وهو الشعب اليمني، فأعتقد أنها يمكن أن تواجه الكثير من الصعوبات خلال المرحلة المقبلة. نعم، يعني كنت أتمنى أن يكون ما زال الأستاذ حمزة معنا للرد على هذه النقاط، ولكن للأسف الشديد سقط الهاتف. إذن يعني برأيك السؤال الأبرز الآن، لو فشلت يعني، وهذا ربما ما يقرأه جميع المحللون السياسيون هذه المفاوضات، ما الذي يعني ستقوم به الشرعية؟ يعني لا هي القادرة على العودة للمحافظات المحررة لإدارتها ولممارسة يعني حكمها هناك، ولا هي عودتها إلى الرياض ستشكل إضافة؟ ما الذي يعني تتوقع أن يحدث؟ ستستمر في إصدار البيانات المؤيدة للتحالف الذي جاء لحماية اليمن من الغزو الفارسي بهذا الشكل. بهذا الشكل، وستستمر في هذا الخطاب الغوغائي الذي يهدف إلى إظهار أن الساحة اليمنية ساحة معارك بالوكالة لحساب يعني في إطار صراع طائفي لا قتلنا فيه ولا جمل. صحيح أن إيران بطبيعة الحال جانب أفسد الحياة السياسية اليمنية وأثر بعمق على مسار الأحداث في اليمن وقوض المشروع السياسي وعملية الانتقال السياسي في اليمن، لكن أعتقد أن إيران كانت الكاسب الأكبر في مؤامرة مولها وشارك في تنفيذها أشقاء وجيران هم اليوم جزء من هذا التحالف الذي يدعي أنه يدافع عن الشرعية ويدافع عن اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة ترابه الوطني. نعم، إذن أستاذ ياسين، يعني إذن ما الذي أمام المجتمع الدولي بعد هذه المشاورات أن يقوم به؟ يعني ربما كان يعلق بعض الأمل وهذه هي وظيفته كما قال ضيوفي، ولكن حقيقة ما الذي يمكن تقديمه فيما بعد؟ المبعوث الأممي هو له خبرة في التعامل مع قضايا من هذا النوع، ولكن للأسف الشديد يعني هذا المنح التجريبي في أداء المبعوث الأممي أعتقد أنه سيكلف العملية السياسية السلمية في اليمن الكثير من الخسائر. سيظهر المبعوث الأممي ويعبر عن أسفه لأن الطرفين لم يتوصلا، ولكن سيعبر عن الأمل بأن الجولة التالية يمكن أن تحقق نتائج طيبة وجيدة في المستقبل. هو لن يعترف بأنه أخفق في مهمته بطبيعة الحال، وهذه شأن أي دبلوماسي خصوصا إذا كان له يعني نجاحات سابقة. هذا واحد. اثنين، المبعوث الأممي يدرك طبيعة الأحداث وخيوط اللعبة ومن الذي يؤثر ومن الذي وطبيعة الإرادة الدولية أين تتقاطع وأين تتصارع على الساحة اليمنية، ويدرك أن أي يعني الانتقال الحقيقية في مهمته لن تحدث إلا في ظل توافقات دولية وفي ظل قناعة المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الحرب في اليمن. وعلى الأقل على المجتمع الدولي هذا أن يحترم قراراته. إذا لم يحترم المجتمع الدولي قراراته عليه أيضا أن يتبنى قرارات جديدة إن أراد، ولكن بقاء الأمور على ما هي عليه أعتقد خصوصا في ظل الأداء السيء للتحالف
من شأنه أن يبقي الأوضاع في اليمن مرشحة إلى المزيد من الفوضى والانهيارات على كافة المستويات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.